مريم ذات 20 ربيعا، شابة جميلة متألقة وطموحة، وتحب الاستمتاع بحياتها لحظة بلحظة كباقي الشباب والشابات في سنها. لكن الاستمتاع لا يعني بالضرورة المغامرة وتعريض الحياة للخطر، إذ كانت مريم ضحية مغامرة طائشة فوق عجلتان سريعتان، حيث فضل السائق الدراج وضع الخودة على عكس مريم التي تعرضت لعدة كسور على مستوى الوجه والحوض والظهر والرجل بعدما سقطت أرضا في أول حركة بهلوانية من طرف السائق المتهور. انا السبب د لاكسيدون ديالي انه ما دايرش هو داير كاسك ما عطانيش كاسك، كنت دايره كاسك. ودوزيام سبب المشكل اللي عندي هو ان كان غادي بفيتاس ما كانش غادي نورمال، فهمتي؟ الموتور تهز كوم كوا كوم مون موتو بغات تكابري، سا فو ديغ راه سي با لاكسيدون فاسيل ولا عادي، يعني راه سي غاف. انا كنحمد الله وكنشكر على انني باقي حيه. ابو مريم متوفى منذ مده، وامها تعاني من اضطرابات نفسيه، وكانت الشابه توافق بين العمل والدراسه الى ان تغيرت حياتها مباشره بعد الحادثه، فلم يبقى لها معيل سوى بعض الاصدقاء والمتعاطفين وكذا المحسنين الذين تثق مريم في استجابتهم وتفاعلهم مع ندائها حتى لا تضيع حياتها بسبب تصرف صديقها الطائش. كنشكر بزاف الناس اللي عاونوني واللي باغين يعاونوني، الناس المحسنين، حيت لوبيراسيون كيتطلب بزاف ديال المصاريف، وعارفين لوبيراسيون سي با فاسيل بوغ مو، وماشي شي لوبيراسيون عاديه، حيت على وجهي وباقي بزاف عندي ديال الكسور اللي باقي خاصني عليها نتعالج، وباقي الادويه ديال شحال من اعوام، حيت جات تقف والعظم ديال الوجه ديالي. وانتم عافاكم، كنشكر جميع اللي دعوا معايا واللي وقفوا معايا واللي عاونوني واللي ساندوني في كل شيء. كنتمنى من الله يعاونكم، وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف، ما تصوروش الشكر ديالي شحال. شكرا. في حالة مريم عبرة بينة ودرس بليغ وتأكيد على أن ارتداء الخوذة ليس لتجنب ذعيرة المخالفة، وإنما هي تأمين لصحة الدراج وضمان لسلامته ومحاولة لتخفيف حدة الآفات التي لا نعلم متى وأين ستقع. حيت المشوار ديالي في الحديد، عافاكم الدراري اللي كيسوقوا لي موتو اون جينيرال، في كاف ديروا لي كاسك ونقسم الكابراج في الطريق، متحاولوش ديروا بحال هاد لي كومبيتيسيون غير في الزنقه نورمال، حيت داكشي راه كيأدي شي حاجه شي حوايج خايبين اللي ممكن يكونوش عارفينش لي كونسيكونس ديالهم في الاخر.